حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انظروا أيها الأحبة كيف يعود علماء الغرب إلى مبادئ ديننا الحنيف، ويقررون أن قضاء حوائج الآخرين طريق سهل لعلاج أمراض القلب. شيء عجيب. في دراسة جديدة طبعا أجريت عام 2010، تبين للعلماء في جامعة كلية لندن أن الإنسان الذي يشعر بالضجر والملل والضيق يكون أكثر عرضة للموت بنسبة الضعف، وقد تمت مراقبة 7000 حالة خلال 25 سنة، وتأكد العلماء أن معظم الذين عانوا من الملل والضجر والضيق كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ، وبخاصة القلب. البروفيسور مارتن شيبلي المشرف على هذه الدراسة يقول إن أفضل طريقة لإبعاد السأم والضيق عن الإنسان أن يفكر بمعاناة غيره من الأصدقاء والأقرباء، وأن يعمل من أجل الآخرين ويساعدهم، وبالتالي سوف يشعر بقيمة الحياة وحلاوتها، وبخاصة قضاء حوائج الآخرين. يعني شيء عجيب أيها الأحبة، هذا يصدر من أناس غير مسلمين ولم يطلعوا على تعاليم ديننا الحنيف، لم يطلعوا على كلام حبيبكم عليه الصلاة والسلام. يؤكد هؤلاء العلماء أن أمراض القلب يمكن علاجها من خلال قضاء حوائج الآخرين ومساعدتهم. فعندما يبخل الإنسان ويصبح شحيحا لا يهتم بالآخرين ولا يساعدهم، يعني بل يصبح أكثر عرضة لأمراض القلب بسبب ذلك، بسبب هذا الملل والضيق الذي يعاني منه، لأنه يفقد أهدافه في الحياة، وتصبح هذه الحياة بلا قيمة، تافهة، وهذا ينعكس سلبيا على صحتي أيها الأحبة. الآن أيها الأحبة انظروا إلى الغرب كيف يدعو لمساعدة الآخرين لقضاء حوائجهم، لأن هذا يخدم مصالحهم المادية، يساعدهم على تجنب خطر الموت المبكر. ولكن نبيكم عليه الصلاة والسلام أمركم بهذا الأمر قبل 14 قرنا، قال صلى الله عليه وسلم، دققوا أيها الأحبة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. انظروا أهمية أن تقضي حاجة أخيك. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تأملوا أيها الأحبة هذا الحديث العظيم الذي يعلمنا كيف نساعد الآخرين ونقضي حوائجهم وننفس كربهم ونستر عليهم. فهذه الأعمال هي بحق أفضل علاج لمشاكل العصر مثل الاكتئاب والضيق واليأس، لأن علماء النفس أيها الأحبة لم يجدوا وسيلة للعلاج الدوائي، كلها وسائل لها آثار جانبية مدمرة، فلجأوا إلى أن العمل من أجل الآخرين هو طريق سهل لتحقيق السعادة والإحساس بالنشاط والقوة والراحة النفسية. لجأوا لهذه الأساليب التي أقرها الإسلام قبل 14 قرنا. لذلك الله تعالى نهى عباده عن اليأس، نهاهم عن الضجر أو الضيق أو الحزن. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية أيها الأحبة علاج رائع لكل من يعاني من الكآبة أو الضجر، وذلك يعني بأن يشعر بوجود الله قريبا منه. تشعرك هذه الآيات عندما ترددها بل وتحفظها وتكررها، تشعرك بأنك قريب من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة أقول، أخاطب كل
أخ مؤمن، أقول أخي الحبيب، هل تبدأ معي منذ هذه اللحظة بقضاء حاجتي أخ لك في الله؟ هل تستر عيبا لأخ لك في الله؟ هل تساعد قريبا أو صديقا ابتغاء وجه الله؟ فإذا أردت أن تعيش حياة مطمئنة مليئة بالسعادة، وإذا أردت السعادة في الآخرة، فعليك بقضاء حاجة الآخرين. لا نملك أيها الأحبة والله، ونحن نقرأ ما يتوصل إليه الغرب اليوم من تعاليم عندما نجدها في ديننا الحنيف من أصول هذا الدين، لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.